أدى المصلون وعدد من الحجاج صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، يتقدمهم صاحب السمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام وسط أجواء روحانية وإيمانية. وأما المصلين فضيلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة.